يا عمر الهيد يا عمر الهيد واي الله شلتهم. السلام عليكم، نبدأ بالصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا الفيديو حنشكر ضياع الأيام وإن شاء الله طلق بعد التحديث الجديد 3.1 تحديث على الدين. طبعا يا إخوان آسف وأعتذر على القطع اللي صارت بالقناة، لأن يا إخوان كنت ألعب على الكونكر. تخيلوا يا إخوان جبت كونكرين بهذا الموسم، كونكر على السكواد بأوروبا وكونكر على السكواد بالشرق الأوسط، تخيلوا. فكمية التعب كانت مو طبيعية وقطعت عليكم، وللمرة الثانية آسف وأعتذر. فيا إخوان مثل ما ذكرت بهذا الفيديو حنشكر ضياع الأيام وإن شاء الله طلق شرح جدا مهم واكيد راح تستفادون عليه وزياده نسبه الهيتشوت بالمواجهات القريبه. فيا اخوان لايك للفيديو، اللي مو مشترك بالقناه كمان يشترك. اهم شيء يا اخوان شاهد الفيديو للاخير عشان تستفادون، واهم شيء يا اخوان فعلوا زر الجرس لانه في محتوى جدا اسطوري نازل ان شاء الله. نبدا بالفيديو ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان بالنسبه لموضوع هل ضياع الايمو انتشار الطلاق بعد التحديث الجديد او بعد كل تحديث يا اخوان، تعرفون يصير في ضياع ايمو انتشار الطلاق، ولكن يا اخوان تعرفون يصير في تغييرات وتحديثات على الجيروسكوب وعلى الحساسيه او تحديثات باللعبه يصير عندك شويه ضياع ايمو. فيا اخوان نبدا باول شيء بالحساسيه. الخطا الاول بالحساسيه اللي يوقعون فيه كثير من اللاعبين انه يا اخوان يلعبون على حساسيه سريعه او حساسيه متوسطه، وانا يا اخوان كثير حكيت اخ الكريم اذا انت بدك ايم يكون بالمواجهه القريبه فيه شوت ايمك يكون بدون ضياع، الايم يمسك اللاعب ما يطلع منه بالكلاسيك والمستودع، لازم تلعب على حساسيه متوسطه او اقل من المتوسطه، لان يا اخوان الحساسيه على الجيروسكوب على 400 او على 350، الحساسيه الاكثر من المتوسطه او الحساسيه السريعه صار فيها ضياع ايم باللعبه وخصوصا بالمستودع، لانه يا اخوان مساعده الاستهداف او الايم اسيست باللعبه بعد كل تحديث عم يخففونه عشان اللعبه تصير اكثر واقعيه، لهذا السبب يا اخوان الحساسيه السريعه او الاكثر من متوسطه صار فيها ضياع ايم. وكمان اخوان الخطا الثاني بالحساسيه، وبالنسبه للخطا الثاني في كثير من لاعبين ببجي موبايل للاسف كل يوم يغير حساسيته، كل ما شاف شخص عنده الايم ثابت او عنده شويه هيت شوت يطلب منه الكود، يحط الكود عنده يلعب يوم يومين يغير ياخذ حساسيه ثانيه. فيا اخوان هذا خطا وخطا جدا كبير. تخيلوا يا اخوان ما شاء الله انا ايمي جدا اسطوري، ما شاء الله فل هيت شوت بدون اي ضياع، بلعب على الجوال بلعب على الايباد والعب ببجي من 6 سنين وفل جيروسكوب واحل كثير مشاكل باللعبه، مرات اعلي بحساسيه الجيروسكوب لشوف ايش الفرق اللي راح يصير. والله يا اخوان بضيع، مو عشان انه انا ما اعرف العب مثلا على الحساسيه السريعه، لا يا اخوان، لانه التغيير كل 3-4 ايام راح ياثر عليك، انت لازم تتعود على حساسيه يا متوسطه يا شبه سريعه، فانت لازم تثبت. فانا نصيحتي لكم يا اخوان تتعودون على الحساسيه المتوسطه واقل شويه من المتوسطه وتظلون عليها، يعني يا تزود 5 او 10 او تنقص 5 او 10 او 20 بالكثير، لانه اذا انت ظلت تطلع ارقام يا تنقص 100 يا تزود 100 فمستحيل راح تتعود على الحساسيه. لهذا السبب يا اخوان انصحكم تستخدمون حساسيتي، حساسيتي اسطوريه من ناحيه الثبات، من ناحيه الهيت شوت بالمواجهات القريبه ما فيها ابدا ضياع، تصير لل 20 لل 30 لل 40 لل 60 لل 90 فريم جوال او ايباد والجميع الاجهزه. في اخوان اللي بده الحساسيه راح اثبت لكم رابط الحساسيه باول تعليق، متى ما بدكم اياها يا اخوان تاخذونها، الصبح المساء باي وقت ان شاء الله يا اخوان انا على طول اشاركها لكم، والرابط مباشر من تضغطون على الرابط مباشره ياخذكم على الحساسيه ان شاء الله. وبالنسبه للحل الثاني زر الحركه. يا اخوان اذا كان عندكم ضياع ام كثير بالكلاسيك والمستودع، خلوا حجم زر الحركه 120 بالكلاسيك وكمان بالمستودع لين تضبطون الايم عندكم. اذا كان عندك ضياع ايم شويه بالمستودع وبالكلاسيك امورك تمام، فيفضل يا اخوان مثل ما انا عامل بالمستودع مخلي 120 وبالكلاسيك 59، لانه يا اخوان بالمستودع ما في شيء اسمه ايم اسيست او مساعده استهداف، ولكن بالكلاسيك في تقريبا شيء 40-50%. لهذا السبب يا اخوان بالمستودع مخلي حجم زر الحركه 120 وبالكلاسيك مخليه 59. وبالنسبه لحساسيه الركض او حساسيه دولاب الحركه اخليها على ال 20 وال 30 وال 40 فريم، اخليها 70 75
على اقصى حد. بالنسبه للناس اللي تلعب 60 او 90 فريم نخليها يعني 80 85، ويفضل يا اخوان نخليها 80 للجوال وللايباد، لان يا اخوان حساسيه الركض اذا رفعناها على 100 ترى تسبب عندكم ضياع ايم وانتشار طلق. وبالنسبه للحل الثالث اللي هو منظور الايباد، منظور الايباد او كاميرا منظور الشخص الثالث ما انصحكم ترفعون فيها، خليها على الاساسي 80، لانه يا اخوان يعدم عندكم الرؤيه والوضوح، وبالمواجهه القريبه يصير انتشار طلق وضياع ايم وما تقدر تسيطر على الخصم. حتى اذا كانت حساسيتك مضبوطة على منظور الايباد ترى ما يضل وضوح ويسبب لك كثير مشاكل بما انه ما يفيدك بهذاك الشيء. انا على الجوال وعلى الايباد مخليه اساسي 80. كمان اخوان نصيحتي لكم، خيار التسريع التمرير الافقي يفضل نخليه على اغلاق او نلغي تفعيله، لانه الناس اللي تلعب بدون جيروسكوب ترى يدمركم دمار شامل. وكمان اخوان مثل ما ذكرت، اللي بده الحساسيه وبده الاعدادات باي وقت بده اياهم، ويا اخوان والله العظيم حساسيتي اسطوريه ومجربه على الجوال ومجرب على الايباد ومجرب على الاجهزه الضعيفه وعلى الاجهزه القويه. فانا ثبت لكم الرابط باول تعليق، اضغطوا على الرابط ياخذ كمان الحساسيه مباشر. وكمان اخوان في جوائز اسطوريه، واحسن شيء اخوان كل ما بدكم الحساسيه تقدر تحصلونه هي والاعدادات، اعدادات الجوال اعدادات الايباد والحساسيه ان شاء الله بشكل كامل. واحسن شيء اخوان كل ما تاخذون الحساسيه والاعدادات ان شاء الله راح تربحون شدات، لانه في مسابقات اسطوريه. لا تنسون الرابط مثبت بأول تعليق. ومثل ما تشوفون يا إخوان اللعب أسطوري بحساب الإكس، ما شاء الله دمرنا يا إخوان السيرفر، أخذت كونكرين على التوالي، والأيام الجاية يا إخوان مجهز لكم جيم بلاي إشي من عالم ثاني إن شاء الله. لايك للفيديو، واللي مو مشترك بطمنا كمان اشترك، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. حيك رجالي. طلع يطلعون اذنهم رجال. بوش. ما ترى انك غلط مش غلط. استلمني يا اخو غلط. بصور يا هادي بصور. اصبر خالصين لغة العاب. وانا حبايبي هم بكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لحضركم شاهد الفيديو للاخير، اتمنى دعم المقطع باللايك، المهم اشترك بالقناه كمان اشترك. مثل ما ذكرت يا اخوان اللي بده الحساسيه والاعدادات، اعدادات الايباد اعدادات الجوال الحساسيه بشكل كامل، الرابط مثبت باول تعليق. وكمان يا اخوان في مسابقات اسطوريه وتسريبات اسطوريه ضمن قناه اخونا محمد، فلا تقصرون معه واستفادوا من الحساسيه والاعدادات واستفادوا من الجوائز ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اوصيكم ثم اوصيكم ونفسي بتقوى الله. نختم فيديونا بالصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. أشوفكم على خير، كان معكم أخوكم ماهر يوسف، سلام.